طيب، كنا طرحنا سؤال مهم جدا لكل السادة المشاهدين بخصوص بطولة الفيفا المستحدثة خلال هذا العام، بطولة انتر كونتيننتال اللي هيشارك فيها الأهلي لأول مرة، أول فريق إفريقي بيشارك في هذه النسخة الجديدة من مشاركات فيفا اللي تم الإعلان عنها بعد تعديل النظام وإقامة مونديال الأندية كل 4 سنوات قبل بطولة كأس العالم بسنة، 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، 2029 بنسبة كبيرة هتكون ما بين المغرب وإسبانيا، فأكيد في السنوات الفردية هتكون في بطولة فيفا انتر كونتيننتال الأهلي هيشارك فيها. أكيد هيبقى في قرعة، هنعرف الأهلي هيلاعب مين في أول مباراة، هل هيبقى باي ولا هيلعب مع أوكلاند سيتي وانتظر العين الإماراتي في المباراة الثانية، ولا الأمر هيبقى معكوس، العين الإماراتي هو اللي يبدأ ثم يواجه الأهلي لو فاز على أوكلاند سيتي. عموما البطولة نظامها مختلف شوية وهيبقى في شرح كتير ليها الفترة اللي جاية، ومع نظام القرعة اللي هيتم تحديده هنبدأ نشوف شكل البطولة. لكن تعالوا نشوف كل الناس اللي شاركت معانا في الإجابة على السؤال رأيها إيه في البطولة اللي هتبدأ إن شاء الله في آخر هذا العام. هاني بيقول أكيد بطولة بشكل ونظام جديد وستكون محل أنظار الجميع، ودايما الأهلي معودنا إنه يشارك في كل البطولات، وأي بطولة بيشارك فيها الأهلي بيكون ليه بصمات إيجابية كما عودنا وكالعادة. يا سادة الأهلي مشرف للكرة المصرية في كل البطولات العالمية، كل التحية والتقدير للنادي الأهلي العظيم. أستاذ محمود بيقول الجميل أنه سيكون متاحا لجماهير أندية مثل الأهلي أن تشاهد فريقها في هذه البطولة في الملعب وعلى أرضها كمان بعد أن كان صعبا السفر لبلاد أخرى. نشوف الرأي الثالث. تالين بتقول تحياتي للترند وللقضية، شكرا جزيلا لحضرتك. بتقول مش مهم النظام، الأهلي نادي مؤسسي وملتزم بكل شروط البطولات مش زي غيره، المهم ان الاهلي اول نادي افريقي ومصري يشارك في البطوله، المهم ان الاهلي هيشارك مع ابطال القارات الخمسه، دايما الاهلي في الرياده. الحمد لله عندنا دايما كده ان كل البطولات التاريخيه تبص وتشوف مين اول نادي هيشارك، دايما هتلاقي النادي الاهلي، ده على مدار التاريخ سواء في كاس عالم انديه سواء في القاب افريقيه، دايما وابدا الرياده داخل النادي الاهلي. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد عبر برنامج الترند.